أقامت قيادة المقاومة الشعبية لقاء رمضانيا للقيادات الميدانية والعسكرية والسلطة المحلية والأحزاب، ويهدف اللقاء إلى تعزيز وحدة الصف الوطني في مواجهة المشروع الإيراني الإرهابي في اليمن. وأكد اللقاء على أهمية الاصطفاف الوطني ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تحاصر المحافظة للعام التاسع على التوالي. وثمن اللقاء تضحيات أبناء المحافظة الذين سطروا بدمائهم الزكية ملاحم بطولية في الدفاع عن حرية وكرامة الشعب اليمني. المقاومة هي نسيج المجتمع المتكامل، وهي رديف الجيش الوطني. لذلك كان دعوتنا لجميع المكونات الحكومية والعسكرية والمجتمعية لندل على أن المقاومة هي جزء من هذا المجتمع، والمجتمع هو المقاومة. تعزيز فكرة المقاومة وتعزيز مبدأ المقاومة ضد انقلاب الميليشيا الحوثي، أضف إلى ذلك استنهاض الهمم، همم الحاضنة الشعبية وهمم الشباب بشكل عام، باعتبار أن الحوثي يشكل خطرا على الجميع، ولا يمكن لهذه الميليشيا أن تنتصر، لأن شعبنا يرفض أيديولوجيتها، يرفض عقيدتها المارقة التي تدعي حقا إلهيا بامتلاك السلطة والثروة والإنسان.